بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يسجد على أعضائه السبعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ثم بعد ذلك يهوي المصلي مكبرًا تكبيرة انتقال ويسجد. وعندما نتكلم عن السجود سأذكره كما ذكرت في الركوع، فإني ذكرت لكم في الركوع أن له حد إجزاء لا تصح بما دونه، وأن له حد كمال. وحد الكمال هو أن يصوب رأسه، وأن يفرج بين أصابعه، وأن يلقم ركبتيه بكفيه. وأما السجود فإن له كذلك حد إجزاء وحد كمال. وحد الإجزاء ما اجتمع فيه وصفان أو قيدان أو شرطان. الأول منهما أن تكون الأعظم السبعة على الأرض، لحديث ابن عباس الذي أورده المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده، أو ابن عباس بيده، على جبهته وأنفه، فيكون الوجه كله عظما واحدة، وعلى الكفين، وعلى الركبتين، وعلى القدمين، فهذه سبعة أعظم. فلا بد أن تكون الأعظم السبعة على الأرض. وعندما نقول على الأرض ليس معناها أن تكون مباشرة الأرض، بل إنه يجوز أن تكون مغطاة. للإجماع أنه يجوز تغطية القدمين وتغطية الركبتين، فأما القدمان فلإجماع المسلمين على جواز الصلاة في الخفين، وأما الركبتان فلإجماع المسلمين على استحباب أو وجوب سترهما، لأن الركبتان مر معنا في درس الأمس أنهما ليستا من العورة، لكن يكره كشفهما، وخاصة في الصلاة، لأنها مظنة لكشف ما زاد عنها. لماذا قلنا إنها ليست من العورة؟ لأن القاعدة ذكرناها أن الحد ليس داخل في المحدود، فتكون السرة والركبة ليستا من العورة. طيب، وأما اليدان والوجه فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور العمامة، فدل على أنه لا يلزم أن تباشر الأعضاء الأرض، لكن الأفضل أن تباشر الجبهة واليدان الأرض. طيب، هذا هو الشرط الأول وهو الأعظم السبعة. أنا أسأل سؤالا قبل أن أنتقل للشرط الثاني أو القيد الثاني: الذي ينام على بطنه أليست أعظمه السبعة على الأرض؟ الذي ينام على بطنه ويجعل كفيه على الأرض أليست أعظمه السبعة على الأرض؟ هل نسميه ساجدا؟ لا نسميه ساجدا. إذن لا بد من الإتيان بالقيد الثاني. ما هو القيد الثاني؟ قالوا: القيد الثاني أن تعلو مسافله رأسه، بمعنى أن يكون رأسه أسفل من أسفل ظهره. إذ العرب لا تسمي الفعل سجودا إلا إذا كان على هذه الهيئة. وقد جاء عند ابن عدي في الكامل أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لما لا تسلم؟ قال: أأسجد فيعلو استي رأسي، يعني يعلو أسفل ظهر رأسي؟ فقد أبى أن يسجد هذه الهيئة. ولذلك من أعظم المواضع خشوعا وإنابة لله عز وجل هو السجود. فأعني على نفسك بكثرة السجود، أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، هو موضع تواضع لله عز وجل. لذا كره مسح الأرض، مهما كانت الأرض فيها تراب وغبار فلا تمسحها، لأنه موضع تواضع. فالأنسب في التواضع أن لا تمسح الأرض، وإن كان ولا بد فمسحة واحدة، فامسحه مسحة واحدة. فالمقصود من هذا أنه لا بد أن يرتفع أسفل الظهر وهو المسافل على الرأس. وبناء عليه قلت لكم قبل قليل أنه يجوز، وإن كان خلاف الأولى، أن يجعل بين رأسه وبين الأرض شيئا. لو أن امرأ صلى على شيء مرتفع، لنقول يرتفع بمقدار 10 سنتيات أو أكثر، هل تصح صلاته أم لا؟ نقول تصح، إلا إذا استوى رأسه مع أسافله، بأن كان ظهره مستقيما، ففي هذه الحالة لا نسمي فعله سجودا. وأما إذا كان رأسه أسفل من أسافله حينئذ صح، ولو ارتفع عن الأرض بقليل، ككور العمامة، أو كانت الأرض مرتفعة بعض الشيء وهكذا، أو سجد على مثلا قديما لما كان يعني الدرج، قد بعض الناس يسجد على الدرج في بعض المواضع،
فيرتفع بعض الأجزاء على بعض، نقول إذا كان قد استوى الظهر فإنه لا يصح الصلاة فيه. ويقول سبحان ربي الأعلى. نعم، مثل ما قلنا سابقا أن هذا واجب، لأن الله عز وجل يقول سبح اسم ربك الأعلى، فلما نزلت قال الله عز وجل اجعلوها في سجودكم، وهي أفضل من أن تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، لأن الثابت رواية عدم زيادة وبحمده. ثم يكبر. نعم، ثم يكبر، أي تكبيرة انتقال، إما لقيام لركعة ثانية أو لجلوس للتشهد. ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهو الافتراش. نعم، هذا الذي يسمى الافتراش، وقد جاء في حديث عائشة، وجاء من حديث أبي حميد الساعدي، وحديث غيرهم رضي الله عن الجميع. والافتراش سنة، وصفة الافتراش ما ذكره المصنف، وهو أن يجلس على رجله اليسرى، بمعنى أنه يجعل الرجل اليسرى مفروشة، اليسرى هي المفروشة، ثم يجلس عليها، وأما الرجل اليمنى فيجعلها منصوبة. والسنة إذا نصبت الرجل اليمنى أن تكون الأصابع متجهة إلى القبلة، هذه هي السنة في أصابع الرجل. طبعا لم نذكر السنن في السجود، لعلي أرجع لكم بسرعة لبعض السنن في السجود. من السنن في السجود في اليدين، نحن قلنا إن إن الأعظم سبعة، السنة في اليدين أن تكون الأيدي مضمومة غير مفرقة الأصابع، والقاعدة عند علمائنا أن الصلاة كلها السنة أن تكون الأصابع فيها مضمومة إلا في موضع واحد وهو الركوع، فالسنة أن تكون مفرقة الأصابع. الأمر الثاني، السنة كذلك أن تكون اليدان حذو المنكبين، كما جاء في حديث ابن عمر أو في بعض ألفاظه أنه كان يضع يديه حذو منكبيه عند السجود كحال التكبير، فتكون اليدان عند حذو المنكبين. الأمر الثالث، أنه يستحب أن يجافي بين جنبيه وبين عضديه وبين بطنه وبين فخذيه. إلا المرأة فإن السنة لها ألا تجافي، وإنما تضم بعضها بعض إلى بعض، لأن أم الدرداء رضي الله عنها كانت تفعل ذلك، وكانت فقيهة، وهي زوجة فقيه بل من كبار فقهاء الصحابة، وهو أبو الدرداء رضي الله عنه. طبعا وقولهم وكانت فقيهة هكذا جاءت في الصحيح، وكانت رضي الله عنها فقيهة، ليس يعني من كلام المتأخرين. نعم، أيضا من السنن التي أوردها العلماء ما يتعلق بالركبتين، فالسنة في الركبتين والفخذين أن تكون متباعدتين غير متقاربتين، لا يضمهما إلى بعض بل يبعدهما عن بعض. وكذلك نقول في القدمين، فإن السنة في القدمين أن تكون القدمان مبتعدتان عن بعضهما، أي العقبين، وقد جاء فيه حديث عند الحاكم في المستدرك، وإن تكلم في معناه لكن يدل عليه أن مباعدة الركبتين تقتضي مباعدة العقبين. وأما حديث عائشة أنها وضعت يدها على عقبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال سجوده، فلا يلزم منه أن تكون العقبان ملتصقتين، بل ربما كانت متباعدتين، وقد تقع اليد على القدمين مع تباعدهما بعض التباعد. كذلك من السنة في القدمين أن تكون منصوبتين، وأن تكون أطرافهما إلى القبلة، هذه هي السنة على سبيل الإجمال في السجود. ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة. نعم، إلا في التشهد الأخير. كل جلسات الصلاة إلا التشهد الأخير فإنه يفترش فيه. ما هي جلسات الصلاة؟ جلسة بين السجدتين، والجلسة للتشهد الأول، كل هذه يجلس فيها على هيئة الافتراش. وكذلك إذا كانت الصلاة ثنائية وجلس للتشهد الذي يكون قبل السلام فإنه يجلس مفترشا، وسيأتي الدليل بعد قليل. قال الشيخ إلا في التشهد الأخير، وهذا هو لفظ حديث أبي سعيد أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم تورك في التشهد الأخير. انتبهوا معي، ما معنى التشهد الأخير؟ العلماء يقولون لا يسمى الفعل أخيرا إلا إذا كان قد تقدمه شيء من جنسه. انظر، لا يسمى الفعل أخيرا إلا إذا تقدمه شيء من جنسه، إذ لو كان الشيء واحدا لا شيء قبله فكيف يسمى أخيرا؟ فلا بد أن يتقدمه شيء من جنسه لكي يكون أخيرا عليه. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن الصلاة الثنائية إذا جلس فيها للتشهد فإن هذا التشهد لا يسمى تشهدا أولا ولا يسمى تشهدا أخيرا. نعم قد تسميه أول لكن ليس بتشهد أخير،
لأنه لم يسبقه شيء من جنسه. وعلى ذلك فإن العلماء يقولون لا يشرع التورك لظاهر حديث أبي حميد الساعدي إلا إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية. لما؟ لأن التشهد فيها هو التشهد الأخير، لأنه سبقه تشهد أول، وهذا معنى قوله إلا في التشهد الأخير. إذن المراد بالتشهد الأخير في الثلاثية والرباعية حيث سبقه تشهد أول، وأما في الثنائية فإن التشهد لا يسمى أخيرا. قال فإنه إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك. نعم، عرفنا الدليل. بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن. نعم، يقول بأن يجلس على الأرض، بمعنى أن يجعل إليته على الأرض، هذا معنى أن يجلس على الأرض، وإلا كل الجلسات على الأرض، لكن معنى أن يجعل إليته على الأرض. أما رجله اليمنى فحالها كحال الافتراش منصوبة. الفرق بين التورك والافتراش إنما هو في الرجل اليسرى، في الافتراش يكون جالسا عليها، في التورك يخرجها من جهة رجله اليمنى. وله في إخراجها صفتان، إما أن يجعل رجله بين ساقه وبين الأرض، وإما أن يجعل رجله عند إخراجها بين ساقه وبين فخذه، وكل ذلك يسمى توركا، ولكن المقدم منهما أن يجعل رجله بين ساقه وبين الأرض. ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. نعم، هذا الدعاء هو الدعاء الذي يقال في الجلسة بين السجدتين. علماؤنا يقولون المستحب منه إنما هو رب اغفر لي، هذا هو المستحب. دليلهم على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه، قال أحمد حديث حذيفة أصح من حديث ابن عباس. وفي حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ذكرها مرتين، لكن العلماء قالوا الواجب واحدة والمستحب أن تكون ثلاثا، لأن المعهود من الشارع أنه يأتي بالأذكار وترا، والله عز وجل وتر يحب الوتر، فيكون حديث حذيفة عندما قال رب اغفر لي رب اغفر لي يقصد مطلق التكرار. ولذلك نقول إن الواجب واحدة، الدعاء مرة واحدة بالمغفرة، والسنة أن يأتي بها ثلاث ويجوز له الزيادة عليها، هذا هو المشروع. يقول العلماء إن تغيير هذه اللفظة بأن تقول بدل رب اغفر لي، لو قلتها بصيغة الجمع فقلت ربنا اغفر لنا أو رب اغفر لنا جاز، لكن الأفضل أن تقول ربي على سبيل الإفراد، اغفر لي على سبيل الإفراد. كذلك لو قلت اللهم ربنا أو ربي اغفر لي أو اللهم ربنا اغفر لنا يجوز. أما الزيادة عليها بغير ذلك كأن يقول رب اغفر لي ولوالدي، فقد نص فقهاؤنا أنها غير مشروعة. ليست بمشروعة الزيادة لوالدين هنا، لأن هذا الموطن موطن دعاء توقيفي، وإنما يدعى فيه بما ورد بالنص، ليس موطن مطلق الدعاء، هذا واحد. الأمر الثاني أن الزيادة على رب اغفر لي التي أوردها المصنف وهي ارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، جاء بعض هذه الجمل في حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الحديث أومأ أحمد لعدم صحته، لأنه قال حديث حذيفة أصح من حديث ابن عباس. وبناء على ذلك فقال العلماء إن زيادة الجمل الخمس أو الأربع الأخر هو لا بأس به وليس سنة، وإنما هو لا بأس به يعني مشروع وتؤجر عليه، لكن السنة هو أن تقول رب اغفر لي، والزيادة عليه لا بأس به لك أجر، لكن لا نقول إنه سنة لأن الحديث فيه محتمل كما ذكرت لكم من الدليل عليه. لكن يجب أن ننتبه أن نعرف أن الجلسة بين السجدتين ليست موضعا لمطلق الدعاء، ليست موضعا لمطلق الدعاء، وإنما هو محل توقيفي لا يدعى فيه إلا بما ورد. انتبه لهذه المسألة، هذه مسألة مهمة. مطلق الدعاء إنما يكون في ثلاثة مواضع، وبعضهم يقول في موضعين، في السجود وقبل السلام، الموضع الثالث الذي ربما نشير له فيما بعد عند القنوت، في القنوت عند من أجاز الدعاء بالزيادة على ما ورد في حديث ابن عمر والحسن بن علي. ثم يسجد الثانية كالأولى، أي كصفتها تماما. ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. نعم، ثم ينهض إلى الركعة الثانية مكبرا بأن يقول الله أكبر على صدور قدميه، بمعنى أنه يكون معتمدا على قدميه ولا يجعل يديه على الأرض.
طيب ماذا يفعل بيديه؟ قالوا السنة أن يعتمد بيديه على ركبتيه، فيجعل يديه على ركبتيه عند القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهوي كهوي البعير، فمفهومه العكس كذلك عند القيام. وجاء أيضا في أحاديث أخرى أنه نهى عن هيئة العاجزي أو العاجني وهكذا. والأحاديث والكلام فيها طويل جدا، وتعرفون الآثار والأحاديث الباب، وقد عني المتأخرون بتتبع طرق الأخبار في هذا الحديث، حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر وغيرها من الأحاديث الواردة في الباب. وعلى العموم فإن هذه المسألة مسألة خلافية، والذي اختاره المصنف هو الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو المذهب واختيار ابن القيم والشيخ تقي الدين وغيرهم. إذن يكون على اليدين فيجعل يديه على ركبتيه، إن شق عليه ذلك وصعب عليه جاز له أن يستعين بيديه فيجعلهما على الأرض. نعم. ويصلي الركعة الثانية كالأولى. نعم، قال ويصلي الركعة الثانية كالأولى، لم يذكر المصنف جلسة الاستراحة، لأن أغلب الصحابة لم يحكيها ولم يذكرها، وإنما وردت في حديث مالك بن حويرث. وفقهاؤنا يقولون إن جلسة الاستراحة ليست سنة إلا عند الحاجة إليها، عند الحاجة إليها حينئذ تباح وتشرع، وما عدا ذلك فليست بسنة، لأنه إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كبر، ولم ينقلها إلا بعض الصحابة كمالك بن حويرث رضي الله عنه. ثم يجلس للتشهد الأول. نعم، وهذا الجلوس من الواجبات. ويقول وصفة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نعم، هذا هو التشهد الأول، وهو واجب الإتيان به، وقد يكون ركنًا كما سيأتي بعد قليل عندما يكون في آخر الصلاة. وهذه التشهد له صيغ كثيرة، وأورد المصنف أصحها إسنادًا، وهو ما جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد ذكر ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه، وقد جعل كفه بين كفيه من شدة تعليمه إياه، ولذلك اختير هذا الحديث دون حديث ابن عباس وغيره، وقيل إنه الأفضل لأنه الأصح إسناداً، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ابن مسعود على سبيل الانفراد وعلى سبيل التأكيد، فكان الأفضل من الصيغ. وكل صيغة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات يجوز لك أن تأتي بها. المراد بالتحيات هي جمع الحياة، إذ الله عز وجل له الحياة الكاملة، فإن الله عز وجل هو الحي، والله عز وجل هو الذي يجعل الحياة في الناس، ولذلك فإن من أسمائه المحي. إذن التحيات تشمل اسمين من أسماء الله عز وجل، وهو الحي والمحي، فالأول صفة ذاتية له جل وعلا، والثاني صفة فعلية له سبحانه وتعالى. فالتحيات على سبيل الاستغراق إنما تكون له سبحانه وتعالى. الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، عندما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنما تدعو له بالسلامة، ففي حياته يسلم من الاعتداء والضرر، وبعد وفاته يسلم عرضه من الوقيعة فيه، ويسلم دينه من الاستنقاص، وحديثه من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. وقد سلم الله عز وجل عرضه، وسلم الله عز وجل ما بعث الله عز وجل به نبيه، فإنه لو كذب امرؤ على النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمة ليل لفضحه الله عز وجل إذا أصبح، وهذا معلوم، ومن تتبع التاريخ عرف ذلك. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا قال هذا بلغت كل عبد صالح من الإنس والجن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، والشهادتان واجبتان في الصلاة. نعم. ثم يكبر. قال ثم يكبر أي يقوم. طيب، هل يشرع له أن يزيد على التشهد شيء؟ نقول نعم، يجوز له، وقالوا يسن ليس بواجب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء فليس موضع دعاء في التشهد الأول، ليس فيه دعاء، وإنما يجب فيه ذكر التحيات والشهادة، ويجوز أو يسن أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بواجب، لأنه قد نقل عن أبي جعفر الطحاوي أنه حكى الإجماع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ليست بواجبة. ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. نعم، أي أنه لا يجب عليه إلا الفاتحة فقط، ولا يندب الزيادة عليها. ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور. نعم، قال ثم يتشهد التشهد الأخير، أي إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، أو التشهد الذي يكون في آخر صلاته، فيأتي بالتحيات بالصيغة المذكورة، ثم يزيد عليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم، فيقول: ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، هذه تسمى الصلاة الإبراهيمية، وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ كثيرة كلها جائزة، كل شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز، لكن عندنا ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن التلفيق في الأقوال لا يجوز، وبناء عليه فليس لك أن تلفق بين الأحاديث التي جاءت في الصلاة الإبراهيمية مثلا وتجمعها فتجعلها في حديث واحد، فتقول مثلا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو تزيد الطيبات، طبعا الطيبات هناك في التحيات، أو تزيد غير ذلك من الأدعية أو الكلمات التي جاءت في الصلاة الإبراهيمية، وإنما تورد كل حديث كما ورد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أننا قلنا إنه كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الدعاء به والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم به، لكن أفضل الصيغ الصيغة التي أوردها المصنف، فإنها أصحها إسنادا كما قال الإمام أحمد، وهي أن تقول: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، لأن الصلاة على آل إبراهيم يدخل فيه إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولا تزيد في العالمين. هذه أفضل الصيغ وأصحها إسنادا، كذا قال أحمد في مسائل عبد الله عنه. طيب، المسألة التي بعدها: لو أن امرأة لم يكن يحفظ الصلاة الإبراهيمية مثلا، أو أنه كان مستعجل، فما الذي يسقط عنه به ركن الصلاة؟ قالوا: كل صيغة يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال: اللهم صل على محمد أجزأه، أو قال: اللهم صل على النبي أجزأه. إذن الصلاة الإبراهيمية يجزئ فيها أن تقول: اللهم صل على النبي. أما السلام فلا بد أن يأتي بصيغته المتقدمة، والواجب منه التي اتفقت عليه الروايات أربع جمل فقط. من المسائل المتعلقة بالصلاة الإبراهيمية عندما نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، ما المراد بآل محمد وآل إبراهيم؟ الذي ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد وأبو حنيفة وكثير من أهل العلم أن المراد بالآل في الدعاء المراد بهم المؤمنون، واستدلوا بما روى تمام الرازي في فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من آلك؟ قال: كل تقي. وعلى ذلك فإن الذي يدخل في الدعاء إنما هم المؤمنون جميعا، كما أن السلام يكون لجميع المؤمنين فإن الصلاة تكون على جميعهم. وليس معنى ذلك أن من كان من بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل فيها، بل يدخل فيها إن كان مؤمنا، وأما إن كان غير مؤمن فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا شرف لأحد في الدين بنسبه، وإنما العبرة بالعمل في أمور الدين، وأما أمور الدنيا فإنه قد يقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدموا قريشا ولا تقدموهم. نعم. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم، هذا من أهم الأدعية التي تقال قبل السلام، بل قد ثبت في مسلم أن طاووس بن كيسان كان يأمر ابنه بأن يدعو به، فإذا نسي الدعاء به ولم يدعو بهذا الدعاء أمره طاووس بأن يعيد صلاته، وهذا يدلنا على أنه من آكد الأدعية. ومن الأدعية كذلك التي وردت: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، هذا جاءت من حديث أبي بكر الصديق، والذي ورد هنا جاء من حديث عائشة وغيرها. ويدعو الله بما أحب. قال: ويدعو الله بما أحب، ومن أفضل ما يدعى به ما ورد كالذي جاء في حديث أبي بكر الصديق المتقدم، ومنه ما جاء في حديث معاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدع في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك يدعو بجوامع الكلم، فإن المسلم إذا دعا في صلاته إنما يدعو بجوامع الكلم، بل قد قال بعض أهل العلم كما ذكره في الإنصاف أن الدعاء بتفاصيل الأمور في الصلاة منهي عنه، فقالوا: لا يدعو في صلاته فيقول: اللهم ارزقني زوجة حسناء
ودابة هملاجة وبيتا واسعة، ولكن نقول هو جائز لكنه مع الكراهة، لأن عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء يدل على الجواز الدعاء بجوامع الكلم وجزئيات المسائل، وإنما المنهي أن يدعو بالدعاء الذي فيه اعتداء، والاعتداء قد يكون تارة في الطلب وقد يكون في المطلوب كما قرره أهل العلم. ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود. نعم، قال ثم يسلم عن يمينه وجوبا وعن يساره، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، ولا يجزئ أقل من ذلك، فلو قال السلام عليكم لم يجزئه، بل لا بد أن يأتي به كاملا، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال ذلك. وأشار المصنف لحديث وائل لأن الصحيح أن الذي ثبت من حديث وائل أنه قال فسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه فقال السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وأما ما جاء في بعض نسخ سنن أبي داود من زيادة وبركاته فإن هذه لا تثبت، بل قيل إنها ليست في جميع النسخ بل في بعض نسخ سنن أبي داود دون بعضها، وقد نص بعض من كبار الأئمة على ضعف زيادة وبركاته، لكن لو أتى بها فلا نقول ببطلانها لأن بعض أهل العلم قال به، لكن أهل العلم يقولون إنها الأولى والأتم ألا يؤتى بها. عندنا هنا مسألة ذكرها فقهاؤنا في التسليم، أن التسليم يستحب معه الالتفات، إذ الالتفات فيه سنة وليس بواجب، وإنما الواجب التلفظ بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، والالتفات له صفة وله وقت مع اللفظ، فأما وقته مع اللفظ فأن يلتفت مع تلفظه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، ومثله في اليسار فيقول السلام عليكم ورحمة الله. وأما صفته فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت ذات اليمين حتى بان بياض خده الأيمن، ثم التفت يسارا حتى بان بياض خده الأيسر. وفي لفظ من حديث عمار جاء عند ابن ماجه وضعف إسناده مرفوعا وصححه موقوفا عليه البخاري كما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير، أعني أنه قال فلما التفت على يساره التفت حتى بان بياض خده الأيسر والأيمن معا. أخذ منه فقهاؤنا أنه يستحب أن يلتفت يمينا ويسارا وأن يزيد في التفات اليسار أكثر، فيلتفت التفاتا أكثر حتى ربما من كان في طرف الصف يرى خده الأيمن. إذن فالسنة لظاهر حديث عمار وهو ثابت موقوفا كما قاله البخاري وجاء مرفوعا عند ابن ماجه أنه يزيد في التفاته اليسار أكثر من التفاته الأيمن، نص على ذلك فقهاؤنا كما في الدليل والمنتهى وغيرها. نعم. والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام. إن الأشياء المذكورة السابقة تنقسم إلى أربعة أقسام: أركان قولية وأركان فعلية وواجبات والسنن. بدأ أولا بالأركان القولية فقال أولا تكبيرة الإحرام. نعم، تكبيرة الإحرام ركن قولي، وفائدة جعلها ركنا قولية أنها تسقط بالعجز عنها عند عدم القدرة على التلفظ، فمن كان عاجزا عن التلفظ سقطت عنه. وقراءة الفاتحة على غير مأموم. نعم. والتشهد الأخير والسلام. طيب، شوف عندنا قاعدة أورد هذه القاعدة جماعة منهم، أورد بعض أجزائها ابن النجار وقبله المرداوي في التحبير، وهو كيف نعرف الفرق بين الركن في العبادة والواجب فيها. ذكروا علامات تستخرج من الأحاديث تستطيع أن تعرف هل الفعل ركن أو واجب. قالوا إذا سمي الكل باسم البعض أو سمي البعض باسم الكل أو نفيت الصحة عند العدم فهذا البعض ركن. مثال ذلك من أركان الصلاة، عندما سمى الله عز وجل الصلاة ركوعا واركعوا مع الراكعين فسمى الكل باسم البعض، حينئذ نقول إن الركوع والسجود كلاهما ركن في الصلاة، والعكس حينما يسمى البعض باسم الكل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي كما في مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ما المراد بالصلاة؟ سورة الفاتحة، فسمى الله عز وجل بعض الصلاة وهي الفاتحة صلاة باسم الكل، فدل ذلك على أن البعض ركن. الأمر الثالث كل ما علق النفي عليه وهو حديث المسيء صلاته وسنتكلم عليه بعد قليل. تكبيرة الإحرام الدليل على أنها ركن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتتاحها التكبير، تحريمها التكبير، قال تحريمها التكبير،
فدل على أن المرء لا يدخل في الصلاة إلا إذا كبر، فحيث لم يأتي بهذا الركن فلم يدخل فيه، فدل على أنها ركن. وأما قراءة الفاتحة فالدليل على أنها ركن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فدل على أنها ركن. والتشهد ركن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولأن القاعدة أن الله عز وجل حينما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك، قالوا: فلا يجب ذكر الله عز وجل إلا وجب ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي الأذان يجب ذكر الله وذكر رسوله بالشهادة، وكذلك في الصلاة، فإن الصلاة فيها ذكر الله عز وجل، فيجب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف التشهد الأخير أنه ركن يشمل ثلاثة أشياء كلها أركان: الإتيان بالتحيات في آخر الصلاة، والإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها، والجلوس له. كل هذه الأمور الثلاثة أركان. قال: والسلام، لأن السلام تحليل للصلاة، فلا يخرج المرء من الصلاة إلا به بها، فدل على أنها ركن فيه. وقوله السلام يدلنا على أن كلا التسليمتين الأولى والثانية كلاهما ركن، فلا ينفتل المرء من صلاته إلا بالإتيان بهما معا. نعم. وباقي أفعالها أركان فعلية. قال: وباقي الأفعال التي أوردها المصنف في الجملة إلا ما سيريده بعد قليل من السنن كلها أركان فعلية، إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة. نعم. التشهد الأول المراد به أمران: الأمر الأول قول التحيات لله، والثاني الجلوس له. وهذا التشهد الأول محله بين الركعة الثانية والثالثة، سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. ما الدليل على أنه واجب وليس بركن؟ نقول: الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، كما في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، ومع ذلك لم تبطل صلاته، وإنما جبره بسجود سهو. وكل ما يجبر ببدل يدل على أنه واجب وليس بركن، إذ الركن لا يجبر وإنما تجبر الواجبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الجلوس وترك دعاء التشهد وهي التحيات، فدل على أن هذين الأمرين واجبان وليس بركن أو بأركان. نعم. والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام. نعم. قال: والتكبيرات غير تكبيرة الانتقال، وهي تكبيرات وغير تكبيرة الإحرام. قال: والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، المراد بها تكبيرات الانتقال. الدليل على أن تكبيرات الانتقال واجبة وليست بركن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام من سجوده إلى الثالثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ترك الجلوس وترك ماذا؟ التشهد، وترك أيضا التكبير للجلوس، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث واجبات، ومع ذلك جبرها بسجود سهو، فدلنا ذلك على أن تكبيرات الانتقال واجبة وليست بأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبرها بسجود سهو. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع. نعم. وقول سبحان ربي العظيم هو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وهو ظاهر القرآن، ولم نقل إنه ركن لأنه لم يرد في حديث المسيء لصلاته، لأن العمدة في معرفة الأركان ما جاء في حديث أبي هريرة وهو في حديث المسيء لصلاته الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا الحديث لأهميته فقد جمع الحافظ ابن حجر طرقه وألفاظه في جزء أشار لها في شرحه على البخاري. وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود. نعم، مثل المتقدمة. ورب اغفر لي بين السجدتين مرة وما زاد فهو مسنون. نعم، وتقدم الحديث عنها. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. نعم، وتقدم لأنها بدل عن تكبيرات الانتقال. نعم. وربنا لك الحمد للكل. نعم، فتكون واجبة للكل، وهذا هو المشهور. فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده السهو. قال: ويجبرها سجوده السهو، أي إذا سجد سجود السهو فإنه تنجبر. وعرفنا الدليل لحديث عبد الله ابن مالك بن بحينة والأحاديث الأخرى التي ترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الواجبات. وكذا بالجهل. نعم. قال: وكذا بالجهل، أي إذا كان جاهلا بحكمها. والحقيقة أنه ليس على إطلاق، لأن المشهور عند فقهائنا أن الواجبات لا يعذر بجهلها إذا كان مثله لا يعذر بالجهل، وأما إذا كان مثله يعذر بالجهل
فإنه يعذر بها، وخصوصا أن بعض الواجبات مختلف في وجوبها، فما اختلف في وجوبه فإنه يعذر فيه بالجهل، أو كان مثله يعذر به. ولذلك فإن الكلمة لا تطلق، وإنما لا بد فيها من القيدين ذكرتها قبل قليل. والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. نعم، قال والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، لأن الركن جزء من الشيء وجزء من الماهية، والعبادات لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عبدا ولا عمدا، فكذلك جزءها، إذ البعض يأخذ حكم الكل. وقوله ولا جهلا، هذا رأي المصنف رحمه الله تعالى، وهو مشهور المذهب. واختار الشيخ تقي الدين أن الأركان التي قد يخفى علمها على بعض الناس تسقط جهلا، مثل قراءة الفاتحة. ولذلك قال الشيخ إن الذين يكونون في البوادي كبوادي الأعراب والأكراد، لأن الشيخ تقي الدين عاش في حران وقيل إنه من الأكراد، كبوادي الأعراب والأكراد يخفى عليهم كثير من الأركان، بل ومن أعيان الواجبات. ولذلك فإن الأقرب أنه يعذر بالجهل في ترك بعض الأركان، وخصوصا في الأركان المختلف فيها، كقراءة الفاتحة مثلا، فإن الفاتحة قيل إنها ركن، وقيل إنها واجب، وقيل إنها سنة مطلقة. نعم. والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. نعم، قال والباقي هي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة، أي تكمل الصلاة، فتكمل الناقص منها. والمسلم يجب عليه أن يحرص على الاتيان بالسنن قدر استطاعته، لأنه لا بد وأن ينقص في الصلاة، إما في خشوع أو في غيره. ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. نعم، قال الشيخ ومن الأركان الطمأنينة، والأحاديث الدالة على الطمأنينة كثيرة، حتى قال الشيخ تقي الدين في شرح القواعد النورانية إنها قد بلغت حد التواتر المعنوي، وجمع أكثر من 40 أو 60 حديثا كلها تدل على لزوم الطمأنينة في الصلاة. ومن أهمها وأظهرها حديث أبي هريرة في حديث المسيء لصلاته، حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، وغير ذلك من الأركان. فتلزم الطمأنينة في كل ركن من الأركان. وما هي الطمأنينة؟ قالوا الطمأنينة معناها أن يعود كل ركن إلى مكانه، وهو الذي أشار له مالك بن حويرث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر أنه يعود كل عضو إلى أن يعود كل عضو إلى مكانه، أن يعود كل عضو إلى مكانه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. نعم، هذا الحديث أورده المصنف لمعنى مهم لطالب العلم، وهو الذي ذكرت لكم إياه قبل قليل، وهو أن هذا الحديث يسمى بحديث المسيء صلاته، أو المسيء لصلاته. وهذا الحديث حديث مهم، لأن الأصل أن كل ما ورد في هذا الحديث فإنه يكون ركنا، وقلت إن الأصل لأن فيه بعض الاستثناءات، ولذا عني العلماء بتتبع طرقه. وقد ذكر الحافظ عن نفسه أنه جمع طرق هذا الحديث، ولكن لم نقف عليه فيما أعلم أنه نشر أو وجد. وهذا الحديث هو العمدة في الصلاة، في معرفة الأركان والواجبات في الصلاة، كما أن الآية في سورة المائدة هي العمدة في معرفة فرائض الوضوء 4 أو 6. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه. هذا يدلنا على أن كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال الصلاة فإنه سنة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فإذا فرغ من صلاته استغفر 3 وقال: نعم، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم، قول المصنف إذا فرغ من صلاته مراده إذا فرغ من صلاة المكتوبة، لأن هذا الدعاء إنما يقال بعد المكتوبة، وأما النافلة فإنه لا يقال بعدها، هذا هو الأصل، لكن لو قالها فيكون مطلق الدعاء، فيقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثبت ذلك من حديث عبد الرحمن بن عوف، حديث ثوبان، حديث عائشة رضي الله عن الجميع، وهذا بمثابة المستفيض عنه صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء يستحب أن يقال بعد الصلاة مباشرة،
بل إن الإمام يقول هذا الدعاء قبل أن ينفتل إلى المأمومين، فلا يلتفت إلى المأمومين إلا بعد ذكره هذا الدعاء، فهو من الأدعية المتأكدة. نعم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم، هذا أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره أنه قاله: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة. نعم، التسبيح بعد دبر الصلوات المفروضة وردت فيها صيغ متعددة، 3 من الصيغ في الصحيح والرابع عند أبي داود، منها ما ذكره المصنف هنا أن يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ويتمم 100 فيقول لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من الصيغ التي وردت أن يعد 25 من الكلمات الأربع فيكون المجموع 100. من الصيغ التي وردت أن يأتي ب33 و33 و34، منها أن يأتي 11 و11 و11، منها أن يأتي ب33 و33 و33 فيكون المجموع 99. كل هذه الأحاديث وغيرها وردت، وقد حكاها الشيخ تقي الدين في الاختيارات كما نقلها عنه البعلي. عندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى أن هذا التسبيح هل يجمع فتقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أم يفرق فتقول سبحان الله 33 ثم تعود؟ السبب الاختلاف في ذلك الاختلاف في على هل هذا من قول أبي صالح أم أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر كلام الفقهاء أنه يجوز الوجهان، مع ترجيحهم أن تجمع الكلمات فتقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر مجموعة في كلمة واحدة كما هو ظاهر كلام المصنف هنا وكلام غيره. عندنا هنا فقط فائدة أن هذا التسبيح يكون دبر الصلوات، والقاعدة عندنا ربما أشير لها بعد ذلك أن السنن إذا فات محلها لا تقضى، فما هو محل هذا التسبيح بحيث أنه إذا فات فلا يقضى؟ يقولون محله حيث كان بعد الصلاة، وبناء عليه إذا وجد واحد من أمرين فقد فات المحل ولا يسبح لفوات محل السنة. الأمر الأول إذا طال الفصل بين الصلاة وبين التسبيح، رجل سلم من صلاته ثم جلس يحدث زملاءه ثم أراد أن يسبح، فنقول حينئذ ليس هذا محلا له، لأن هذه السنة فات محلها، والتسبيح لك أجر التسبيح، لكن أجر التسبيح الذي هو دبر الصلوات فات محله. الأمر الثاني قالوا إذا خرج من المسجد، إذا كان مصليا في مسجد، لأنها متعلقة بالصلاة والصلاة محلها المسجد، فإذا خرج من المسجد فإنه لا يسبح. ومثله المرأة إذا كانت في بيتها وأرادت أن تسبح دبر الصلوات فإنها تسبح في مصلاها قبل أن تقوم منه، فإن قامت من مصلاها ورجعت للمصلى من غير إطالة فصل جاز لها أن تسبح. وأما إن طال الفصل أو أرادت أن تسبح بعد في غير مصلاها فيقولون إنه سنة فات محلها فلا تقضى، ولكن يسبح لأن تسبيح عموما له أجر. نعم. والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10. نعم، السنن الواردة التي يصليها المسلم غير الفرائض كثيرة جدا، من أكدها أو وليست هي الآكد السنن الرواتب، وسمينا هذه السنن سنن الرواتب لأنها مؤكدة، فينبني عليها 3 أحكام. أول هذه الأحكام أنه يكره تركها، ولذلك قال الإمام أحمد: الذي يترك السنن الرواتب رجل سوء لا تقبل شهادته، أي تركها على سبيل الديمومة. الأمر الثاني وهو أثر تسميتها بسنن الرواتب لأنها مؤكدة، أنه يستحب المواظبة عليها، لأن السنن نوعان كما تعلمون، بل السنن 3 أنواع: سنن يستحب المواظبة عليها كهذه وهي سنن الرواتب وألا تتركها بحال، والنوع الثاني سنن يستحب تركها أحيانا، مثل ماذا؟ مثل سنة الضحى
فالعلماء يقولون ويستحب أن تصلى الضحى غبا، فتصلى أحيانا ويستحب أن تترك أحيانا. النوع الثالث سنن يستحب تركها لكي لا يظن وجوبها، ولذلك قالوا من السنة ترك السنة أحيانا، يعني تركها في أحيان قليلة وهي باقي السنن. إذن السنة الرواتب هي مؤكدة، عرفنا أثرها أنه يستحب المواظبة عليها ويكره تركها بخلاف مطلق السنن الأخرى. الأمر الثالث المترتب على كونها سنن مؤكدة وأنها رواتب أنها هي السنن الوحيدة التي يشرع قضاؤها، فلا يشرع قضاء شيء من السنن الصلوات إلا سنتان، سنة السنن الرواتب لأنها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي عشر، والوتر، وغير ذلك من السنن فإنه لا يقضى. قال المصنف السنن الرواتب أو الرواتب المؤكدة عشر، جعلها عشرا لأن هذا هو الثابت من حديث ابن عمر وهو الأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه صلى الله عليه وسلم، وما جاء أنها اثنى عشرة لا ينفي كون الركعتين الأخرين سنة لكنها ليست من الرواتب لعدم الاتفاق على نقلها. نعم. وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. متفق عليه. نعم، هذا الحديث يدلنا على السنن الرواتب المؤكدة، وبناء عليه فإن من فاتته السنة القبلية للظهر فإنه يقضيها ركعتين فقط ولا يقضيها أربعا، فالأربع التي قبل الظهر ثنتان راتبة وثنتان سنة لكنها ليست من السنن الرواتب، وكذلك الظهر البعدية أربع ثنتان راتبة وثنتان سنة أخرى ورد فيها الحديث وأنها وقاية من النار، فالتي تقضى الراتبة دون ما عدها. نقف عند هذا الجزء، أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل غدا إن شاء الله.